بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة النمل لابن كثير. عنوان الكتاب: تفسير القرآن العظيم لابن كثير لتابعوا القراءة من المجلد الثالث، ونبدأ مع تفسير سورة النمل من الصفحة 55 و300. تفسير سورة النمل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السورة، وقوله تعالى: تلك آيات، أي هذه آيات القرآن وكتاب مبين، أي بين واضح، هدى وبشرى للمؤمنين، أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الآية. وقال تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ولهذا قال تعالى هاهنا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها. زينا لهم أعمالهم فهم يعملون، أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية. أولئك الذين لهم سوء العذاب، أو في الدنيا والآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر، أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. وقوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي وإنك يا محمد لتلقى، أي لتأخذ هذا القرآن من لدن حكيم عليم، أي من عند حكيم عليم، أي حكيم في أمره ونهيه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها. فخبره هو الصدق المحض، وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه السلام كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة وبتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له. فقال تعالى إذ قال موسى لأهله أي اذكر حين صار موسى بأهله فأضل الطريق وذلك في ليل وظلام فآنس من جانب الطور نارا أي رأى نارا تأجج وتضطرم فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أي عن الطريق أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون أي تستدفئون بها. وكان كما قال فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتلس منها نورا عظيما. ولهذا قال تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها أي فلما أتاها ورأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا ترقبة ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ومدرة ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما رأى فنودي أن بورك من في النار. قال ابن عباس تقدس ومن حولها أي من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا شعبة المسعودي عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. زاد المسعودي وحجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها
وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة، وقوله تعالى وسبحان الله رب العالمين، أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات ولا يكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. وقوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أعلمه أن الذي يخاطبه ويناديه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أقواله وأفعاله. ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك. ولهذا قال تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. وفي الحديث نهى عن قتل جنان البيوت، فلما عاين موسى ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، أي لم يلتفت من شدة فرقه. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. وقوله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، هذا استثناء منقطع وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الآية والآيات في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار، وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف. وقوله تعالى في تسع آيات، أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي بينة واضحة ظاهرة، قالوا هذا سحر مبين، وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين، وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم، واستيقنتها أنفسهم أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا، أي ظلما من أنفسهم سجية ملعونة، وعلوا أي استكبارا عن اتباع الحق. ولهذا قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفحوى الخطاب يقول احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم
أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى، بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبقه من البشارات من الأنبياء به، وأخذ المواثيق له عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما السلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة، وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال ابن أبي حاتم ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن هشام أخبرني أبي عن جدي قال كتب عمر بن عبد العزيز إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمة، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام؟ وقوله تعالى وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان ابن داود كما قد يتفوه به كثير من الناس فهو قول بلا علم، ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم
ويعرف ما تقول، وليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال. ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها، ولهذا قال تعالى: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك، إن هذا لهو الفضل المبين، أي الظاهر البين لله علينا. قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو ابن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب، فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ فقال: الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. فقال داود: أنت إذن والله ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فتزمل داود مكانه حتى قبضت نفسه، حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان عليه السلام للطير: أظلي داود. فظللت عليه الطير حتى أظلمت عليه الأرض. فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وغلبت عليه يومئذ المضرحية. قال أبو الفرج ابن الجوزي: المضرحية هي النسور الحمراء. وقوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني ركب فيهم في أبهة عظيمة، في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس، وكانوا هم الذين يلونه، والجن وهم بعدهم في المنزلة، والطير ومنزلتها فوق رأسه، فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها. وقوله: فهم يوزعون، أي يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له، التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. وقوله: حتى إذا أتوا على واد النمل، أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من الجيوش والجنود على واد النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس، وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان، وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب، أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها، فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم، ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها، فتبسم ضاحكا من قولها، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت، نعمتك التي مننت بها علي من تعليمي منطق الطير والحيوان، وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي عملا تحبه وترضاه،
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره، وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها. وعن نوف البكالي أنه قال: كان نمل سليمان أمثال الذئاب، هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنى من تحت، وإنما هو بالباء الموحدة، وذلك تصحيف والله أعلم. والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق النادي قال: خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا، فقد سقيتم بدهوة غيركم. وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاصت نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني أو ليأتيني بسلطان مبين. قال مجاهد: سعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندسا، يدل سليمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلاه طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض، كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض، فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره. فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا، وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس، فقال له: قف يا ابن عباس، غلبت اليوم. قال: ولما؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض، وإن الصبي لا يضع له الحبة في الفخ ويحث على الفخ ترابا، فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. فقال ابن عباس: لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. ثم قال له: ويحك، إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع: والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل برزة من غوطة دمشق، وكان من الصالحين يصوم الاثنين والخميس، وكان أعور قد بلغ الثمانين. فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد أنه سأله عن سبب عوره فامتنع عليه،
فألح عليه شهورا، فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزل عنده دمعة في قرية برزة وسألاه عن واديها فأريتهما إياه، فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادي بالدخان، فأخذا يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهما فلا يلتفتان إلى شيء منها، حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها تتوقدان مثل الدينار، فاستبشرا بها عظيما وقالا: الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا. من فضلك تابع بقية المادة. وكسرا المجامر وأخذا الحية فأدخلا في عينها نيلا فاكتحلا به، فسألتهما أي كحلان فأبيا، فألححت عليهما وقلت لا بد من ذلك، وتوعدتهما بالدولة، فكحلا عيني الواحدة اليمنى، فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة أنظر ما تحتها كما ترى المرآة، ثم قال لي: سر معنا قليلا، فسرت معهما وهما يحدثان حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني، وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمى بها ومضيا، فلم أزل كذلك ملقا مكتوفا حتى مر بي نفر ففك وثاقي. هذا ما كان من خبر عيني. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن عمرو الغساني، حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن قال: اسم هدهد سليمان عليه السلام عنبر. وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه تفقد الطير، وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير كل يوم من طائر، فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين، أخطأه بصر من الطير أم غاب فلم يحضر. وقوله: لأعذبنه عذابا شديدا. قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس: يعني نكف ريشه. وقال عبد الله ابن شداد: نتف ريشه وتشميسه. وكذا قال غير واحد من السلف: إنه نتف ريشه وتركه ملقى يأكله الذر والنمل. وقوله: أو لأذبحنه، يعني قتله، أو ليأتيني بسلطان مبين بعذر بين واضح. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد: لما قدم الهدهد قالت له الطير: ما خلفك؟ فقد نذر سليمان دمك. فقال: هل استثنى؟ قالوا: نعم. قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. قال: نجوت إذن. قال مجاهد: إنما دفع الله عنه لبره بأمه. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول تعالى فمكث الهدهد غير بعيد أي غاب زمانا يسيرا ثم جاء فقال لسليمان أحط بما لم تحط به أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك وجئتك من سبأ بنبأ يقين أي بخبر صدق حق يقين وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم قال الحسن البصري وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ وقال قتادة كانت أمها جنية وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة من بيت مملكة وقال زهير بن محمد هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان وأمها فارعة الجنية وقال ابن جريج بلقيس بنت ذي شرخ وأمها بلتعة وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس قال كان مع صاحبة سليمان 100,000 قيل تحت كل قيل 100,000 مقاتل وقال الأعمش عن مجاهد كان تحت يدي ملكة سبأ 12,000 قيل تحت كل قيل 100,000 مقاتل وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إني وجدت امرأة تملكهم كانت من بيت مملكة وكان أولو مشورتها 312 رجلا كل رجل منهم على 10,000 رجل وكانت بأرض يقال لها مأرب على 3 أميال من صنعاء وهذا القول هو أقرب على أنه كثير على مملكة اليمن والله أعلم وقوله وأوتيت من كل شيء أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن ولها عرش عظيم يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ قال زهير بن محمد كان من ذهب وصفحاته مرمولة بالياقوت والزبرجد طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وقال محمد بن إسحاق كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ وكان إنما يخدمها النساء ولها 600 امرأة تلي الخدمة قال علماء التاريخ وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم وكان فيه 360 طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها صباحا ومساء ولهذا قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل أي عن طريق الحق فهم لا يهتدون وقوله أن لا يسجدوا لله معناه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرها كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقرأ بعض القراء ألا يا اسجدوا لله جعلها ألا الاستفتاحية ويا للنداء وحذف المنادي
وحذف المنادى تقديره عنده ألا يا قوم اسجدوا لله، وقوله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعلم كل خبيئة في السماء والأرض، وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. وقال سعيد بن المسيب الخبؤ الماء، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبؤ السماوات والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق، المطر من السماء والنبات من الأرض. وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها، وقوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى ساء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي هو المدعو الله، وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصاد، وإسناده صحيح. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، فذلك أن سليمان عليه السلام كتب كتابا. يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وذلك أن سليمان عليه السلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها وأعطاه ذلك الهدهد فحمله، قيل في جناحه كما هي عادة الطير، وقيل بمنقاره، وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، فألقاه إليها من قوة هنالك بين يديها، ثم تولى ناحية أدبا ورياسة فتحيرت مما رأت وهالها ذلك، ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته، فإذا فيه
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها، ثم قالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره كالمطائر ذهب به فألقاه إليها ثم تولى عنها أبدا، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك. ثم قرأته عليهم: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام وأنه لا قبل لهم به. وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها قال العلماء: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا في تفسيره حيث قال: حدثنا أبي، حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الخيار، حدثنا أبو يوسف عن سلمة بن صالح عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود. قلت: يا نبي الله، أي آية؟ قال: سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد. قال: فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدمي فقلت: نسي. ثم التفت إلي وقال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. وقال ميمون بن مهران: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ألا تعلوا علي، قال قتادة يقول: لا تدبروا علي، وأتوني مسلمين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي، وأتوني مسلمين. قال ابن عباس: موحدين. وقال غيره: مخلصين. وقال سفيان بن عيينة: طائعين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. فإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها، ولهذا قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تحضرون وتشيرون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي منوا إليها بعددهم، أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم، ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس، إن شئت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك مري فينا رأيك
نمتثله ونطيعه. قال الحسن البصري رحمه الله: فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس والطير، وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا، فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه ويخلص إلي وإليكم بالهلاك والدمار دون غيرنا. ولهذا قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قال ابن عباس: أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه، أي خربوه، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان، إما بالقتل أو بالأسر. قال ابن عباس: قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الرب عز وجل: وكذلك يفعلون. ثم هبلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا، أي يضرب علينا خرابا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة رحمه الله: ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك، وقال بعضهم: أرسلت بلاد من ذهب، والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب. قال مجاهد مسعود بن جبير وغيرهما: أرسلت جواري في زي الغلمان، وغلمان في زي الجواري، فقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي. قالوا: فأمرهم سليمان فتوضأوا، فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء، وجعل الغلام يرترف، فميزهم بذلك. وقيل: بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها، والغلام بالعكس. وقيل: بل جعلت الجواري يغسلن من أكفهن إلى مرافقهن، والغلمان من مرافقهم إلى كفوفهم، ولا مناشاة بين ذلك كله، والله أعلم. وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء الرواء، لا من ماء السماء ولا من ماء الأرض، فأدرى الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك، فبخرزة وشرب ليجعله فيها، ففعل ذلك، والله أعلم أكان ذلك أم لا. وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات. والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به،
بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم أتمدونني بمال، أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. قال الأعمش عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أمر سليمان الشياطين فناداه له ألف قصر من ذهب وفضة، ولما رأت رسلها ذلك قالوا ما يصنع هذا بهديتنا؟ وفي هذا جواز تهوئ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد، ارجع إليهم أي بهديتهم، فلنأتينهم بجنود لا قدر لهم بها أي لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم منها أذلة أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة وهم صاغرون أي مهانون مدحقون. ولما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في بنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسره. قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين؟ قال عفريت من جني أنا آتيك به قبل أن تقوم، أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه يقين أمين. قال الذي عنده علما من الكتاب أنا آتيك به، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان قال فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا، وبعثت إليه إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه، وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فجعل في سبعة أبواب بعضها في بعض، ثم أقفلت عليه الأبواب، ثم قالت لمن خلفت على سلطانها احتفظ بما قبلك فسرير ملكي فلا يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يرينه أحد حتى آتيك. ثم شفق إلى سليمان 12,000 طولة من ملوك اليمن تحت يدي كل طولة ألوف تفيئة، فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة، حتى إذا بنت جمع من عنده من الجن والإنس من تحت يده، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وقال قتادة لما بلغ سليمان أنها جائية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه، وكان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترا بالدوداب والخليج، وكانت عليه 9 مغاليق فكره أن يأخذه بعد إسلامهم، وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟
وهكذا قال عطاء الخراساني السدي وزهير بن محمد قبل أن يأتوني المسلمين فتحرم علي أموالهم بإسلامهم. قال عفريت من الجن. قال مجاهد أي مارد من الجن. قال شعيب الجبائي وكان اسمه كوزني. وكذا قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان. وكذا قال أيضا وهب بن منبه. قال أبو صالح وكان كأنه جبل. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال ابن عباس رضي الله عنه يعني قبل أن تقوم من مجلسك. وقال مجاهد مقامك. وقال السدي وغيره فأنا أجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس. وإني عليه لقوي أمين. قال ابن عباس أي قوي على خمره أمين على ما فيه من الجوهر. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة النمل لابن كثير. فقال سليمان عليه السلام أريد أعجل من ذلك. ومنها هنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعد، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه، هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب. قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان. وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف بن برخياء وكان صديقا يعلم الإسم الأعظم. وقال قتاده كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف. وكذا قال أبو صالح الضحاك وقتاده إنه كان من الإنس. زاد قتاده من بني إسرائيل. وقال مجاهد كان اسمه أسطورن. وقال قتاده في رواية عنه كان اسمه بليخا. وقال زهير بن محمد هو رجل من الإنس يقال له ذو النور. وزعم عبد الله بن مهرعة أنه الخضر وهو غريب جدا. وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه فإنه لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. وقال وهب بن منبه أمدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به. فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب. ثم قال فتوضأ ودعا الله تعالى. قال مجاهد قال يا ذا الجلال والإكرام. وقال الزهري قال يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. قال فمثل بين يديه. قال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهم لما دعا الله تعالى وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليمان عليه السلام ببيت المقدس غاب السرير وغاص في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه. قال وكان هذا الذي جاء به من عباد البحر فلما عاون سليمان وملؤه ذلك ورآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي أي هذا من نعم الله عليه. فلما عاون سليمان وملأه ذلك ورآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي أي هذا من نعم الله علي ليبلوني أي ليختبرني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه كقوله من عمل صالحا فلنفسه
فمن أساء فعليها، وكقوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله ومن كفر فإن ربي غني كريم، أي هو غني عن العباد وعبادتهم، كريم أي كريم في نفسه وإن لم يعبده أحد، فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد، وهذا كما قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي ناظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو، فأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما جاء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته، هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها، فقال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. قال ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه، وقال مجاهد أمر به فغير، ما كان فيه أحمر جعل أصفر، وما كان أصفر جعل أحمر، وما كان أخضر جعل أحمر، غير كل شيء عن حاله، وقال أكرمة زادوا فيه ونقصوا، وقال قتادة جعل أسفله أعلاه ومقدمه المؤخرة وزادوا فيه ونقصوا. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، أي عرض عليها عرشها وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه، فكان فيها ثبات وعقل ولها لب ودهاء وحزم، فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته، وإن غير وبدل ونكر فقالت كأنه هو، أي يشبهه ويقاربه، وهذا غاية في الذكاء والحزم. فقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وهذا غاية في الذكاء والحزم، وقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، قال مجاهد يقوله سليمان، وقوله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام في قول مجاهد وسعيد بن جبير رحمهما الله، أي قال سليمان أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وهي كانت قد صدها أي منعها من عبادة الله وحده ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد وحسن، وقاله ابن جرير أيضا ثم قاله، ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل تقديره ومنعها، أي
ومنعها ما كانت تعبد من دون الله، أي صدها عن عبادة غير الله. ما كانت تعبد من دون الله أي صدها عن عبادة غير الله، إنها كانت من قوم كافرين. قلت، ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي. وقوله قيل لها دخول الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير أي من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أنه يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. اختلفوا في السبب الذي دعا سليمان عليه السلام إلى اتخاذه، فقيل إنه لما عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه ذكر له جمالها وحسنها، ولكن في ساقيها هلب عظيم، ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة، فساءه ذلك، فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا. وكذا قول محمد بن كعب القرظي وغيره، فلما دخلت وكشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس ساق وأحسنهم قدما، ولكن رأى على رجليها شعرا لأنها ملكة ليس لها زوج، فأحب أن يذهب عن ذلك عنها، فقيل له الموسى، فقالت لا أستطيع ذلك، وكره سليمان ذلك، وقال للجن اصنعوا شيئا غير الموسى يذهب به هذا الشعر، فصنعوا له النورة، وكانت أول من اتخذت له النورة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والسدي وابن دريج وغيرهم، وقال محمد بن إسحاق يزيد بن رومان، ثم قال لها دخول الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ما تخوضه، فقيل لها إنه صرح ممرض من قوارير. فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وحده، وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله. وقال الحسن البصري لما رأت العلجة الصرحة عرفت والله أن قد رأت ملكا أعظم من ملكها. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه قال أمر سليمان بالصرح وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضا، ثم أرسل الماء تحته، ثم وضع له فيه سريره فجلس عليه، وعكفت عليه الطير والجن والإنس، ثم قال لها دخول الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها سلطانا هو أعظم من سلطانها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ما تخوضه، قيل لها إنه صرح ممرض من قوارير. فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله عز وجل وحده، وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله، فقالت بقول الزنادقة، فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت، وسجد معه الناس، فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع. فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت؟ قالت أنسيت ما قلت؟ فقالت رب إني ظلمت نفسي، فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت وحسن إسلامها. وقد روى الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة في هذا أثرا غريبا عن ابن عباس فقال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة حدثني عطاء بن السائب حدثنا مجاهد ونحن في الأزد قال حدثنا ابن عباس قال كان سليمان عليه السلام يجلس على سريره ثم توضع كراسي حوله ويجلس عليها الإنس ثم يجلس الجن ثم الشياطين ثم تأتي الريح فترفعهم ثم تظلهم الطير ثم يغدون قدر ما يشتهي الراكب أن ينزل شهرا ورواحها شهرا
قال: فبينما هو ذات يوم في مسير له إذ تفقد الطير ففقد الهدهد، فقال: مالي لا أرى الهدهد، مالي ولا أرى الهدهد، أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينه بسلطان مبين. قال: وكان عذابه إياه أن يمتكه ثم يلقيه في الأرض، فلا يمتنع من نملة ولا من شيء من هوام الأرض، من هوام الأرض. قال عطاء: فذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد، فمكث غير بعيد فقرأ حتى انتهى إلى قوله: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم إلى بلقيس ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي في رأيها أنه كتاب كريم وأنه من سليمان وألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالوا: نحن أولو قوة. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاءت الهدية سليمان قال: أتمدونني بمال فارجع إليهم. فلما نظر إلى الغبار أخبرنا ابن عباس قال: وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة وبين الحيرة. قال عطاء: ومجاهد حينئذ في الأزد. قال سليمان: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال: وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال: وكان لسليمان مجلس يجلس فيه للناس كما يجلس الأمراء ثم يقوم، فقال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال: وكان قال سليمان: أريد أعجل من ذلك. فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: فنظر إليه سليمان، فلما قطع كلامه رد سليمان بصره فنبع عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله ثم يصعد إلى السرير. قال: فلما رأى سليمان عرشها قال: هذا من فضل ربي الآية. قال: نكروا لها عرشها. فلما جاءت قيل: هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. قال: فسألته حين جاءته عن أمرين. قالت لسليمان: أريد ماء ليس من أرض ولا سماء. وكان سليمان إذا سئل عن شيء سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين. قال: فقالت الشياطين: هذا هين، أجري الخيل ثم خذ عرقها ثم املأ منه الآنية. قال: فأمر بالخيل فأجري ثم أخذ عرقها فملأ منه الآنية. قال: وسألت عن لون الله عز وجل. قال: فوثب سليمان عن سريره فخر ساجدا فقال: يا ربي، فقد سألتني عن أمر إنه لا يتعاظم في قلبي أن أذكره لك. فقال: أرجع فقد كفيتكهم. قال: فرجع إلى سريره قال: ما سألت عنه؟ قالت: ما سألتك إلا عن الماء. فقال لجنوده: ما سألت عنه؟ فقالوا: ما سألتك إلا عن الماء. قال: ونسوه كلهم. قال: وقالت الشياطين: إن سليمان يريد أن يتخذها لنفسه، فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد لم ينفك من عبوديته. قال: فجعلوا صرحا ممرضا من قوارير فيه السمك. قال: فقيل لها دخول الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء. فقال سليمان: هذا قبيح فما يذهبه؟ قالوا: يذهبه الموسى. فقال: أثر الموسى قبيح. قال: فجعلت الشياطين النورة. قال: فهو أول من جعلت له النورة. ثم قال أبو بكر ابن أبي شيبة: ما أحسنه من حديث. قلت: بل هو منكر غريب جدا، ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس والله أعلم. والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ.
وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمنة. أصل الصرح في كلام العرب هو القصر، وكل بناء مرتفع. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، الآية. والصرح قصر في اليمن عالي البناء، والممرد المبني بناء محكما أملس من قوارير أي زجاج، وتمريد البناء تمليسه، ومارد حصن بدومة الجندل. والغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه، فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى، وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم، فأسلمت لله عز وجل وقالت: ربي إني ظلمت نفسي، أي بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها بالشمس من دون الله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وعبادتها وقومها للشمس من دون الله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك ومن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. يخبر تعالى عن ثمود ما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإذا هم فريقان يختصمون. قال مجاهد: مؤمن وكافر، كقوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته، ولهذا قال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا، وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال: هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد: وشاءموا بهم. وهذا كما قال الله تعالى إخبارا عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن الآية. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، أي بقضائه وقدره. وقال تعالى مخبرا عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، الآية. وقال هؤلاء: اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله، أي الله يجازيكم على ذلك، بل أنتم قوم تفتنون. قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية. والله أن المراد بقوله تفتنون أي تستبردون فيما أنتم فيه من الضلال. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله
فإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤسائهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح، وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا بأن يبيتوه في أهله ليلة فيقتلوه هيلة، ثم يقول لأوليائه من أقربيه إنهم ما علموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال تعالى: وكان في المدينة أي مدينة ثمود 9 رهط أي 9 نفر يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم. قال الأوفي عن ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم، قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: كان أسماء هؤلاء 9 دعمي ودعين وهرما وهريم وباب وصواب ورياب ونسطع وقدار بن سالف عاقر الناقة أي الذي باشر ذلك بيده. قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وقال تعالى: إذ انبعث أشقاها. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر بن ربيعة الصنعاني سمعت عطاء هو ابن أبي رباح يقول: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال: كانوا يقرضون الدراهم يعني أنهم كانوا يأخذون منها، وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا كما كان العرب يتعاملون. وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها، فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك. وقوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام من لقيه ليلا غيلة فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. وقال قتادة: توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه. وذكر لنا أنهم بينما هم مع عميق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم. قال الأوفي عن ابن عباس: هم الذين عقروا الناقة، قالوا حين عقروها لنبيتن صالحا وأهله فنقتلهم، ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به من علم، فدمرهم الله أجمعين. وقال محمد بن إسحاق: قال هؤلاء 9 بعدما عقروا الناقة هلم فلنقتل صالحا، فإن كان صادقا عدلناه قبلنا، وإن كان كاذبا كنا قد ألحقناه بناقته. فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة، فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد ردخوا بالحجارة، فقالوا لصالح: أنت قتلتهم. ثم هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبدا، وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في 3، فإن كان صادقا فلا تزيدوا ربكم عليكم غضبا.
وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم لما عقر الناقة قال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكتوب. قالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى 3 أيام فنحن نفرغ منه وأهله قبل 3. وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه، فخرجوا إلى كهف أي غار هناك ليلة، فقالوا إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله، ففرغنا منهم فأعطى الله عليهم صخرة من الغضب حيالهم، فخشوا أن تشدخهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار، فلا يدري قومهم أينهم ولا يدرون ما فعل بقومهم. فعذب الله هؤلاء هاهنا وهؤلاء هاهنا، وأنجى الله صالحا ومن معه. ثم قرأ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية أي فارغة ليس فيها أحد بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. من فضلك تابع بقية المادة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله به في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكور دون الإناث، وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فقال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أي يرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أي لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا، كما قال في الآية الأخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أي يتحرجون من فعل ما تفعلونه ومن إقراركم على صنيعكم، فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم. فعزموا على ذلك فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال الله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي من الهالكين مع قومها، لأنها كانت ردءا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة. فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكريمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم لا كرامة لها. وقوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا أي حجارة من سجيل منضود
مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال: فساء مطر المنذرين، أي الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل من قوم يعبدون. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: الحمد لله، أي على نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم، وهم رسله وأنبياؤه الكرام، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره. إن المراد بعباده الذين اصطفى هم الأنبياء. قال: وهو كقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم أجمعين. وروي نحوه عن ابن عباس أيضا، ولا منافاه، فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى والقصد. أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد، وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر، أن يحمدوه على جميع أفعاله، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. وقد قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح، حدثنا طلق بن رنان، حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله لنبيه رضي الله عنهم. وقوله تعالى: الله خير أما يشركون، استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى. ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره، فقال تعالى: أمن خلق السماوات، أي خلق تلك السماوات في ارتفاعها وصفائها، وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة، وخلق الأرض في استفالها وكثافتها، وما جعل فيها من الجبال والأطواد والسهول والأوعار والفوافي والقفار والزروع والأشجار والثمار والبحار والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك. وقوله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء، أي جعله رزقا للعباد، فأنبتنا به حدائق، أي بساتين ذات بهجة، أي منظر حسن وشكل بهي. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد، كما يعترف به هؤلاء المشركون، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق،
وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق. ولهذا قال تعالى: أإله مع الله، يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق إلا هو، أي أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضا أنه الخالق الرازق. ومن المفسرين من يقول: معنى قوله أإله مع الله فعل هذا، وهو يرجع إلى معنى الأول، لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به، فيقال: فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، كما قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق الآية. وقوله تعالى هاهنا: أمن خلق السماوات والأرض، أمن في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها، هذا معنى السياق، وإن لم يذكر الآخر، لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: الله خير أما يشركون، ثم قال في الآيات الأخرى: بل هم قوم يعدلون، أي يجعلون الله عدلا ونظيرا. وهكذا قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أمن هو هكذا كمن ليس كذلك. ولهذا قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي أمن هو شهيد على أفعال الخلق حركاتهم وسكناتهم، يعلم الغيب جليله وحقيره كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله. ولهذا قال: وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وهكذا هذه الآيات الكلمات كلها: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثر ما يعلمون. يقول تعالى: أمن جعل الأرض قرارا، أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال تعالى في الآية الأخرى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وجعل خلالها أنهارا، أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة، شقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك، وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم، حيث ذرأهم في أرجاء الأرض وسير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه، وجعل لها رواسي أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تمد بكم، وجعل بين البحرين حاجزا أي جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا، أي مانعا يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا، فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه، فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس، والمقصود منها أن تكون عذبة زلالة يسقي الحيوان والنبات والثمار، والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء
لئلا يفسد الهواء بريحها، كما قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ولهذا قال تعالى: أإله مع الله، أي فعل هذا أو يعبد على القول الأول والآخر، وكلاهما متلازما صحيح، بل أكثرهم لا يعلمون، أي في عبادتهم غيره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وهكذا قالها هنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال الإمام أحمد: أنبأنا عفان، أنبأنا وهيب، أنبأنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بل هجيم قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك بر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك. قال: قلت أوصني. قال: لا تسبن أحدا ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستقي، واتزل إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر، فذكر اسم الصحابي فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يونس هو ابن عبيد، حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبيه عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتد بشملة وقد وقع هدبها على قدميه، فقلت: أيكم محمد رسول الله؟ فأومأ بيده إلى نفسه، فقلت: يا رسول الله، أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم، فأوصني. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستقي، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتم بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره، وإياك إسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، ولا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرة. وقد روى أبو داود والنسائي لهذا الحديث طرقا، وعندهما طرف صالح منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن هشام، حدثنا عبدة بن نوح عن عمر بن الحجاج عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاوس يعودني، فقلت له: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن. فقال: ادع لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وقال رهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول إن الله تعالى يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي قال: قال هذا الرجل: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني، فركب معي ذات مرة رجل، فمررنا على بعض الطريق
على طريق غير مسلوكة، فقال لي: خذ في هذه فإنها أقرب. فقلت: لا خيرة لي فيها. فقال: بل هي أقرب. فسلكناها فانتهينا إلى مكان وار وواد عميق وفيه قتلى كثيرة. فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني، ففررت من بين يديه وتبعني، فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه. فقال: هو لي وإنما أريد قتلك. فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين. فقال: عجل. فكنت أصلي فارتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول: هيه افرغ. فأجرى الله على لساني قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا، فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت البغل والحنة ورجعت سالما. وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العزمية قالت: هزم الكفار يوما المسلمين في غزاه، فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء، فقال للجواد: مالك؟ ويلك، إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم. فقال له الجواد: وما لي لا أقصر وأنت تكل العلوفة إلى السواس، فأظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل. فقال: لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري. فجرى الجواد عند ذلك ونجي صاحبه، وكان لا يعرفه بعد ذلك إلا في حجره. اشتهر عمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك. وبلغ ملك الروم أمره فقال: ما تدام بلدة يكون هذا الرجل فيها. واحتال ليحصله في بلده، فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده، فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه، حتى استوثق، ثم خرج يوما يمشيان على جنب الساحل وقد وعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره. فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت. قال: فخرج سبعان فأخذاهما ورجع الرجل سالما. وقوله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا كما قدمنا تقريره. وهكذا هذه الآية: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل وقوما بعد قوم، ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد، ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين، كما خلق آدم من تراب ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض، ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد، لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكثابهم ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم في الأرض ويجعلهم قرونا بعد قرون وأمما بعد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية، كما قدر ذلك تبارك وتعالى.
وكما أحصاهم وعدهم عدا، ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله. ولهذا قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي يقدر على ذلك، أو إله مع الله بعد هذا. وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له. قليلا ما تذكرون، أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. يقول تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أي بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، الآية. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله به عباده المجددين الأذلين القنطين، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. فقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي بما ينزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض، كما قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وقال تعالى: يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركة فيسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولهذا قال تعالى: أإله مع الله، أي فعل هذا. وعلى القول الآخر بعد هذا: قل هاتوا برهانكم، على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في ذلك. وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقوله تعالى إلا الله استثناء منقطع، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له، كما قال تعالى:
وعنده مفاتح الغيب ما يعلمها إلا هو الآية. فقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إلى آخر السورة. والآيات في هذا كثيرة، وقوله تعالى: وما يشعرون أيان يبعثون، أي وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة، كما قال تعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو جعفر الرازي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أنه يعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم بثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قام برأيه، وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. وإن أناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: ومن أعرف بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير، وما علم بشيء من الغيب. وقد الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه، وهو كلام جميل متين صحيح. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة النمل لابن كثير. وقوله: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. وقرأ آخرون: بل أدرك علمهم، أي تساوى علمهم في ذلك. كما في الصحيح لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي غاب. وقال قتادة: بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني بجهلهم بربهم. بل ادرك علمهم، يقول لم ينفذ لهم علم في الآخرة، هذا قول. وقال ابن دريد عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: بل ادارك علمهم في الآخرة حين لم ينفع العلم. وبه قال عطاء الخراساني والسدي أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وقال سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقرأ: بل ادرك علمهم، قال: اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة. وقوله تعالى: بل هم في شك منها، عائد على الجنس، والمراد الكافرون، كما قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي الكافرون منكم. وهكذا قال هاهنا: بل هم في شك منها، أي شاكون في وجودها ووقوعها، بل هم منها عمون، أي في عناية وجهل كبير في أمرها وشأنها.
وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يقول تعالى مخبرا عن منكر البعث من المشركين أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاما ورفاتا وترابا، ثم قال لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا. وقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين يعنون ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا أساطير الأولين، أي أخذه قوم عمن قبلهم من كتب وتلقاه بعضا عن بعض وليس له حقيقة. قال الله تعالى مجيبا لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد قل يا محمد لهؤلاء سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أي المكذبين بالرسل وبما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره، كيف حلت بهم نقمة الله وعذابه ونكاله، ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته. ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم، أي المكذبين بما جئت به، ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تكون في ضيق مما يمكرون، أي في كيدك ورد ما جئت به، فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال الله تعالى مجيبا لهم قل يا محمد عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، قال ابن عباس أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون، وهكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي، وهذا هو المراد بقوله تعالى ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. وقال تعالى فيستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإنما دخلت اللام في قوله ردف لكم لأنه ضمن معنى عجل لكم، كما قال مجاهد في رواية عنه عسى أن يكون ردف لكم عجل لكم. ثم قال الله تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس، أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم، وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون، أي يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به يعلم السر وأخفى، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون. ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه، فقال تعالى وما من غائبة، قال ابن عباس يعني وما من شيء، في
في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وهذه كقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد بأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه. فاليهود افتروا والنصارى غلوا وجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، وقوله: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة لهم في العمليات. ثم قال تعالى: إن ربك يقضي بينهم، أي يوم القيامة بحكمه وهو العزيز، أي في انتقامه العليم بأفعال عباده وأقوالهم. فتوكل على الله، أي في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك. إنك على الحق المبين، أي أنت على الحق المبين، وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمعهم شيئا ينفعهم. فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر. ولهذا قال تعالى: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير. السمع والبصر النافع في القلب والبصيرة الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها كما سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى. فتكلم الناس على ذلك، قال ابن عباس والحسن وقتاده ويروى عن علي رضي الله عنه: تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة. وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير. وفي هذا القول نظر لا يخفى والله أعلم. وقال ابن عباس في رواية تجرحهم، وعنه رواية قال: كلا تفعل يعني هذا وهذا، فهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. وعنه رواية قال: كلا تفعل يعني هذا وهذا، وهو قول حسن ولا منافاة الله أعلم. وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة، فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن قرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذكر أمر الساعة فقال: لا تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم عليه السلام والدجال وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قهر عدن
عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة مرفوعة، وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه مسلم أيضا من حديث عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن موقوفا فالله أعلم. طريق أخرى قال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم، فأما طلحة فقال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي أن أبا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة، وأما جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود. وحديث طلحة أتم وأحسن، قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال لها ثلاث خروجات من الدهر، فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تكمل زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم يراهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض على رأسها التراب، فخد الناس عنها شتى ومع، وبقيت أصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يندو منها هارب، حتى إن الرجل لا يتعود منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي، فيقبل عليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن لا يقول يا كافر اقضني حقي، حتى إن الكافر لا يقول يا مؤمن اقضني حقي. رواه ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفا والله أعلم، ورواه من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعا، وأن ذلك في زمان عيسى بن مريم وهو يطوف بالبيت، ولكن إسناده لا يصح. حديث آخر قال مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. حديث آخر رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة، تفرد به. وله من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. حديث آخر قال ابن ماجة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة، تفرد به. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أويس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتختم أنف الكافر بالعصا وتجد وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخيام يعرف المؤمن من الكافر. ورواه الإمام أحمد عن بهز وعفان ويزيد بن هارون ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به،
وقال: فتختم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخيان الواحد لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة به. حديث آخر. قال ابن ماجة: حدثنا أبو غصان محمد بن عمرو، حدثنا أبو نميلة، حدثنا خالد بن وليد، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع، فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين، فأرانا عصا له، فإذا هو بعصايا هذه كذا وكذا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن عباس قال: هي دابة ذات زغد لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال: قال عبد الله: تخرج الدابة من صدع في الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها. وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة فقال: الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد، والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصايا الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ فقال: تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم لا أعلم. وعن عبد الله بن عمر أنه قال: تخرج الدابة ليلة جمع. رواه ابن أبي حاتم وفي إسناده ابن البيلمان. وعن يهد بن منبه أنه حكى من كلام عزير عليه السلام أنه قال: لا تخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها، وتضع الحبال قبل التمام، ويعود الماء العذب أجاجا، ويتعادى الأخلاء، وتحرق الحكمة ويرفع العلم، وتكلم الأرض التي تليها. وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون، ويتعبون فيما لا ينالون، ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. وقال ابن عباس: هي مثل الحربة الضخمة. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنها دابة لها ريش وزرب وحافر، وما لها ذنب ولها لحية، وإنها ألا تخرج حضر الفرس الجواد ثلاثة، وما خرج ثلثها. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج عن ابن زبير إنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا، تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء، فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه، ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان، فتفشو تلك النكتة حتى يسود بها وجهه، حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق: بكم ذا يا مؤمن؟ بكم ذا يا كافر؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائلتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم. ثم تقول لهم الدابة: يا فلان أبشر، أنت من أهل الجنة، ويا فلان أنت من أهل النار. فذلك قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا
من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله عز وجل ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنيا تقريعا وتوبيخا وتشغيرا وتحقيرا. فقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي من كل قرن وقوم فوجا أي جماعة ممن يكذب بآياتنا كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وقال تعالى وإذا النفوس زوجت وقوله تعالى فهم ينزعون قال ابن عباس رضي الله عنهما يدفعون وقال قتادة وزع تعد أولهم على آخرهم وقال عبد الرحمن بن سيد بن زيد بن أسلم يساقون حتى إذا جاءوا ووقفوا بين يدي الله عز وجل في مقام المساءلة قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون أي فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم فلما لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كما قال الله عنهم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر يعتذرون به كما قال الله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون الآية وهكذا قالها هنا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أي بهتوا فلم يكن لهم جواب لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محيد عنه فقال تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه أي في ظلام الليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في نهارهم والنهار مبصرا أي منيرا مشرقا فيسبب ذلك فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون يخبر تعالى عن هول الأم نفخة الفزع في الصور وهو كما جاء في الحديث قرن منفخ فيه وفي حديث الصور إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولها وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون قال الإمام مسلم بن الحجاج حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري
حدثنا أبي حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما. لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، يخرب البيت ويكون ويكون. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. فبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبر لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوت حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم ينزل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل شعبة الشاك، فتنبت منه أجساء الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق، وقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت هو صفحة العنق أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدا، فهذه نفخة الفزع. من فضلك تابع بقية المادة. ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق، ولهذا قال تعالى وكل أتوه داخلين، قرئ بالمد آتوه وبغيره على الفعل، وكل بمعنى واحد، وداخلين أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وقال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب في الصور، ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها، فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمة، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي فترجعن كل روح إلى جسدها، فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللذيغ، ثم يقومون ينفضون التراب من قبورهم. قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها، كما قال تعالى
يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة. الذي أتقن كل شيء أي أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع. إنه خبير بما يفعلون، أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. ثم دعا تعالى حال الصعداء والأشقياء يومئذ فقال: من جاء بالحسنة فله خير منها. قال قتادة: بالإخلاص. وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله. وقد بيّن تعالى في الموضع الآخر أن له عشرا أمثالها، وهم من فزع يومئذ آمنون، كما قال في الآية الأخرى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وقال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أي من لقي الله مسيئا لا حسنة له، أو قد رجحت سيئاته على حسناته، كل بحسبه. ولهذا قال تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن دغير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله: ومن جاء بالسيئة، يعني بالشرك. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. يقول تعالى مخبرا رسوله وآمرا له أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله تعالى: الذي حرمها، أي الذي إنما صارت حراما شرعا وقدرا لتحريمه لها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمساني من طرق جماعة تفيد القطع، كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: وله كل شيء، من باب عطف العام على الخاص، أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. وقوله: وأن أتلو القرآن،
أي على الناس يبلغهم إياه، كقوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وكقوله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق الآية، أي أنا مبلغ ومنذر. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم، وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله تعالى، كقوله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإنذار إليه. ولهذا قال تعالى: سيريكم آياته فتعرفونها، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. وقوله تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون، أي بل هو شهيد على كل شيء. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر: حدثنا أبو أمية بن يعلى، الثقفي: حدثنا سعيد بن أبي سعيد: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يغترن أحدكم بالله، فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة. وقال أيضا: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا نصر بن علي قال: قال أبي أخبرني عن خالد بن قيس عن مطر عن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله أغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. آخر تفسير سورة النمل، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة القصص، وهي مكية، الصفحة 79 و300. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طس 200، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت. قال: فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، طس 200، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما مما كانوا يحذرون. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين، أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن. وقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق الآية، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأنك حاضر. ثم قال تعالى إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وتجبر وطغى وجعل أهلها شيعا أي أصنافا، قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. وقوله تعالى يستضعف طائفة منهم، يعني بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم هذا، وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخص الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. فكانت القبط يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه، وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل حين ورد الديار المصرية وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية، فصانها الله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه. فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه، فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون، احترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل. ولن ينفع حذر من قدر، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أجل كتاب. ولهذا قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى قوله يحذرون، وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون إلى قوله يهرشون، وقال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك، وغذاؤه من طعامك، وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه
أن أرقيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفنى بنو إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة، فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون ونساؤهم لا يمكن أن تقمن بما تقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك، فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما. فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان، وكان لفرعون ناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء، فمن رأيناها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط فإن ولدت المرأة جارية تركناها وذهبنا، وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ونبعوا قبحهم الله تعالى. فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخاول الحمل كغيرها، ولم تفتن لها الدايات، ولكن لما وضعته ذكره ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا. وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. فلما ضاقت به ذرعا ألهمت في سرها وألقي في خلبها ونفث في روعها كما قال تعالى فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر، وذهلت أن تربطه فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه، فذهبن به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه، وخشينا أن يفتتن عليها في فتحه دونها، فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهى، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها
وشقاوة بعلها. ولهذا قال: فالتقاطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الآية. قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة لا لام تعليل، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك، فلا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوا، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. ولهذا قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق، وموسى في علم الله السابق لفرعون عدوا وحزنا. قال الله تعالى: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقلتم أنتم: لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا وناصرا، الله تعالى يقول: ليكون لهم عدوا وحزنا. وقوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك الآية، يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل، فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتذب دونه وتحببه إلى فرعون، فقالت: قرة عين لي ولك. فقال فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا. فكان كذلك، وهداها الله بسببه وأهلكه الله على يديه. وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعا عند النسائي وغيره، وقوله: عسى أن ينفعنا، وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه، وقوله: أو نتخذه ولدا، أي أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى: وهم لا يشعرون، أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغا، أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. قاله ابن عباس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهم. إن كادت لتبدي به، أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها. قال الله تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها
فقالت لها قصيه، أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأنه من نواحي البلد. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب. قال ابن عباس عن جانب، وقال مجاهد بصرت به عن جنب عن بعيد. وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده، وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه، عرضوا عليه المواضع التي في دارهم فلم يقبل منها فدية وأبى أن يقبل شيئا من ذلك، فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته. فلما رأته بأيديهم عرفته، ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. قال الله تعالى: أحرمنا عليه المراضع من قبل، أي تحريما قدريا، وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي أمه، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة. لما رأتهم حائرين في من يرضعه قالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال ابن عباس: فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه ورغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته. فأرسلوها، فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فذهب البشير إلى امرأة الملك، استدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه وافق ثديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه، فأبت عليها وقالت: إنني بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك، وأجرت عليها النفقة والصلاة والكساء والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية، قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق بار. ولهذا جاء في الحديث: مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى تربع ولدها وتأخذ أجرها. بهذا القدر من المدة الإضافية ينتهي تفسير سورة النمل لابن كثير، قرأها أحمد عزة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.